It's up to you. طبعا اخوان زي ما شفت مدى تعديل السيارة بشكل جميل كذا مختصر وتعديل وطبعا تم تغيير الإنارة إلى اللون الأبيض ما شاء الله مع الأزرار حقت الزينة ما شاء الله شكلها مرة جميل بصراحة مرة جميل طبعا هي مسألة أذواق مسألة شخصية في ناس تبغى الوكالة في ناس تبغى شيء راجع لك بس مجرد حبيت أوريكم كذا الشكل وظبطنا هذه ما شاء الله حلوة طيب اخوان ندخل ميزات عيوب كيا كادينزا بعد ممشى 460 الف يا اخوان طبعا ميزات السياره ما شاء الله يا اخوان سبق وان شرحت لها شروحات كثيره في قناتي قلت لنا سيارة شبابية سيارة عملية أسعارها معقولة في متناول الجميع تناسب أي فئة عمرية وسعرها ما شاء الله كويس ذاك الوقت أخذتها بـ 87 ألف قبل الضريبة طبعا موديلها 17 ممساهة 460 ألف ما شاء الله تبارك الله مكينة شد بلد طبعا استخدمنا زيت تخليقي بالكامل خمسة دبليو 30 لما شي 6000 ونزل مع السيفون طبعا كل الشروحات موجودة في قناتي خذ لك فرة نص ساعة وبتعرف كل شيء المهم مميزات السيارة سيارة وسيعة آه، سيارة راسي في الخط على قد امكانياتها ماكينه قويه ما شاء الله 170 حصان ام بي اي 3.3 ست سرعات ما شاء الله تبارك الله في وضع درايف مود مره جدا جميل ويعطيك تجربه قياده جدا حلوه وعزلها الخارجي زي ما قلنا لا باس على السرعات المنخفضه تحت ال 100 120 مره ممتاز العزل فوق ال 120 فوق ال 140 عزلها يعني تقريبا الى 85% آه طبعا آه عيوبها طبعا يا اخوان زي ما قلنا صرفيه البنزين وهي تعتمد على حسب دعسه رجلك آه العيب الثاني يا اخوان زي ما قلنا اللي هي مشاكل الطقطقه آه اللي هي طقطقه عند الكراسي المساعدات يا اخوان هذه فيها عيب في السياره طبعا غيرت لها كراسي مساعدات غيرت لها رمانه كرسي مساعد غيرت لها مساعدات جديده لكن في مشكله انه يطلع هذا الصوت اسمع الفيديو يا اخوان هذا الصوت يا اخوان دائما نطلع في الاجواء البارد هذا عفل كيكه ينزل حتى الان الامانه ما حد يعرف ايش المشكله وان شاء الله قريبا ببحث في الموضوع ونعرفكم ايش السبب هذا العيب أه... العيب كمان يا شباب الثالثة غير الصرفيه غير كذا ااا أه... طبعا المكيف ما شاء الله تبارك الله من بلده ما قد سويت له اي صيانة صرات على النبي لا فريون ولا شيء غير الفلتر في وقته للامانه مره ممتاز بس تبريدها ممتاز صراحه للصراط على النبي وان شاء الله راح اسوي له صيانه قريب وراح اسوي لكم شرح كامل على كيف شرح المنظومه بالكامل ان شاء الله يا اخوان إذا صرفية البنزين البقبق اللي تطلع لك في أطراف السيارة، أه... أه... تي في حنات في الجير بعض الأوقات حنات خفيفة تطلع، وقلنا هذا عيب في الكوري، لكن حلها إنك تغير لها أه... تغير زيت الجير ياكل أربعين ياكل ستين ياكل ثمانين ألف على حسب أه... ما تبغى أنت يعني أهم شيء إن زيت الجير يتغير كل مية ألف مرة واحدة على الأقل أو كل ستين ألف في الأجواء الحارة وكذا. زيت تخليقي وان شاء الله تخف معك الحنات والطقات باذن الله تعالى. العيب الثالث او الرابع يا اخوان اللي هي مشكله انه يفصل الحساس حساس الجير الحروف نفسها تختلف يا اخوان هذه الصوره زي ما انتم شايفينها في اليسار هذا هو العيب يفصل عندك الحساس رقي عندك الموتور يضعف عزمه والدركسون عندك يثقل هذه دائما مشكله تتكرر لما نطلع مع الطلعات او العقبات هذا عيب يقعد معك في السياره ويتكرر معك فتره وفتره آه طبعا حل زي ما قلت انك تغير حساس الجير ويزبط معك ان شاء الله لكن هذا عيب في السيارة الامان تضطر انك تطفي السيارة وتشغلها آه العيب الاخير يا اخوان اللي هو الله صل على محمد شسمه آه شو اسمه اللي هي قطع غيارها طبعا مو متوفر في المناطق النائيه طبعا سبق وان شرحتها في قناتي للاسف زي منطقه الباحه انا عاني بصراحه مع قطع الغيار يعني ممكن احصل لها اقمشه ممكن احصل لها بواجد ممكن احصل لها بعض الفلاتر بس اوقات القاها تجاري اضطر اني انزل مكه وانزل للطائف عشان الاقي كل قطاعي هناك هذا عيب بس هذه يا اخوان عيوب السياره الصرفيه طبعا المكيف زي ما قلنا على حسب ملاك اشتكوا قبل كذا بعضهم ما انا نفسي ما شكيت الامان لحد الان ما شاء الله تبارك الله الصرفيه بعضهم يشتكي من العزل هذه ترجع للشخص قلنا الكفرات تتمسح قبل فترة في المقاطع القديمة لكن الفترة الأخيرة تحسنت معايا بس هذه هي شباب عيوب السيارة ومميزاتها زي ما قلت يا اخوان ما شاء الله تبارك الله السيارة على ارقى ما يكون طبعا اخوان اختصرت المقطع قدر الامكان لانه كلام كثير قد كررته وقد شرحته فقلت عينكم اقدم لكم المقطع واعطيكم الريفيو هذا السريع مع التعديل على العموم لا تنسون مصالح دعائكم طبعا شباب انتظروا مقطع اللي هو مشاكل كيا كدينزا الجزء الثاني هذا اهم مقطع اللي راح اذكر فيه كل المشاكل حقت الكية كدينزا وكيف يتم حلها ضعف العزم مشاكل الحساسات ليش تولع اللمبه ليش يضعف عندك العزم ليش تزيد عندك الصرفيه الطقطقه بشكل عام يعني راح اذكر مواضيع ما قد شرحتها قبل كذا في قناتي مقاطع يعني جزء ثاني راح اسويه ان شاء الله باذن الله تعالى على العموم الله يوفقنا وياكم ان شاء الله يا رب والله يبارك لحالكم اجمعين ولا تنسوني من صالح دعائكم يا اخوان